السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف تأثير حلو على الصور ان انا ممكن اعمل انعكاس للمية. طيب خلينا نقول له كرييت ديزاين وتشوف بقى المثل انت عايزه. ممكن مننا تقول له مثلا عايز A4 A3 زي ما انت عايز، لاندسكيب بورتريت وكده. وبعد كده هاجي هنا عند element وابدا اختار صورة لمية مثلا، دي او دي مثلا اهي. طيب ممكن احط مثلا صورة طائر، جايب صور كتيرة، ممكن اختار بقى الصورة اللي انا عايزها. ممكن مثلا نختار دوت، طيب انسخ، كنترول سي كنترول في، وممكن اقول له ان انا عايز اعكس الصورة بالشكل دوت. وهروح عند ابس واقول له ليكوفي واقول له اوبن عشان يعمل لي تسير المية. بيقول لي اختار صورة، اخترت ديت. فبيقول لي بقى ممكن انا اعمل لك مثلا مؤثر بالشكل دوت اهو، تقدر تتحكم فيها. السكيل بتاعها زي ما انت عايز. طب هقول له نان دلوقتي ونجرب واحد تاني. ده ممكن تلاقي افضل. فعمل لك انعكاس بشكل حلو للطائر اللي موجود.